السلام عليكم، صباح الخير ومساء عليكم جميعا. معكم محمد هلال من مدونة هلال المعلومات. النهاردة معنا شرح مهم ومفيد جدا يقدر يعرفك انك ازاي تعرف ان لو جهازك الكمبيوتر الخاص بيك مخترق، او يعني في تروجن، في يعني هاكر عموما، يعني ناس كتير جدا ممكن تشرح لك من على برنامج التيم فيور او اي ريموت عموما. ففي للأسف يعني ناس ممكن تزرع زي ما قلنا ملف تروجن على جهازك. في طبعا طريقة قديمة جدا يعني معظم الناس عارفينها بس مش مجدية بعض الشيء، يعني ناس كانت بتخش، نشوف برضو معنا الطريقة القديمة، بتخش على run نكتب cmd وبعدين بتكتب هنا net stat شرطة an. الطريقة دي طريقة قديمة وبعض الناس عارفينها، بس يعني المشكلة انها يعني بتجيب لك الاتصالات الخارجية انما مش بتعرفك ان جهازك مخترق او لا. فالطريقة الجديدة، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الشرح فيها. هنخش اولا على موقع اسمه بوت ريفولت، bootrevolt.com. زي ما انتم شايفين هيجي لنا فري داونلود، هنضغط على فري داونلود. نكتب هنا اي اسم ونكتب هنا الايميل ادرس بتاعنا علشان هيبعت لنا رسالة فيها الرابط بتاع الداونلود، الرابط بتاع التحميل بتاع البرنامج نفسه. انا طبعا قمت بالمطلوب وفتحت المسج اللي جات لي وحملت فعلا الملف. الملف عبارة عن يعني تقريبا ما يزيدش عن 13 ميجا بايت، وتسطيب البرنامج الاعداد بتاعه سهل جدا، يعني نيكست في نيكست بس. طبعا هنروح لشرح البرنامج على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، قدامكم البرنامج زي ما انتم شايفين. البرنامج ده عبارة عن ان هو يعني بيعمل تحليل للاتصالات الخارجية وتحديد اي بي المخترق نفسه لو حد مخترقك. يعني في ناس كتير جدا طبعا زي ما احنا قلنا بتستعمل برامج، لو عايزة تضرك بتستعمل برامج عشان تفتح بورتات على جهازك الكمبيوتر. طبعا احنا عندنا كله مكتوب على سيف سيف سيف، طبعا امان. هنا نعرف ازاي ان الجهاز بتاعك مخترق او لا. لو تلاقيت بورد، يعني لو تلاقيت بورتات من دي او تلاقيت اي بهات حاجة لونها احمر، تعرف على طول ان جهازك مخترق. طيب انا طبعا يعني الحمد لله يعني ما عنديش اي اختراق خالص. طيب يعني لو حد نزل برنامج وعمل الاعدادات وتمام التمام واتلقى عنده اللون الاحمر يعمل ايه؟ حاجة بسيطة جدا، هتدوس كليك يمين، هتقوم دايس تالت خيار اللي هو بلوك بس للابد. يعني انا بصراحة مش عارف يعني هم كاتبين بلوك فور 15 مينتس في خلال ربع ساعة، في خلال 1 hour، في خلال ساعة، يعني انا مش عارف يعني بصراحة. يعني طبعا هنقوم عاملين لو تلاقينا اختراق هنقوم عاملين بلوك للابد. وبكده نكون لغينا اي اختراق حصل ان شاء الله بدون اي مشاكل. طبعا البرنامج ما فيهوش يعني شرح معقد ولا حاجة، البرنامج سهل جدا، واي استفسار انا في الخدمة. كده الشرح انتهى، اتمنى انكم تشتركوا في القناة، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك طبعا، واي استفسار سيب كومنت وانا هرد عليك فورا. كان معكم محمد هلال من مدونة هلال المعلومات. سلام عليكم.